نتواصل مع حضراتكم مع انطلاقة الشوط 19 الخاصة بفتح الإبكار الجذاع المحليات الأصائل من مسافة 6 كيلومترات، هي المسافة الخاصة بهذا السن وبهذه الانطلاقات في هذه الفترة الصباحية في ختامي الوثبة 2017. الجائزة سيارة لصاحب المركز الأول وبقية المراكز من المركز الثاني وحتى المركز العاشر، جوائز نقدية ثمينة. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشاركين. مباشرة إلى المركز الأول إلى التحديات الأولى. هنالك مياس السيد نايف بن أحمد بن رحمة الشامسي من يقدم لنا مياسة على المركز الأول. المركز الثاني مغثة تحتل المركز الثاني. أحمد بن سيف الزفير المهيري وصل على المركز الثاني. المركز الثالث وغى فيصل بن علي بن عبد الله المهندي من يقدم لنا وغى أحد ضيوفنا الأعزاء القادمين من ميدان الشحنية. بينما المركز الرابع رابع التحديات والانطلاقات صناعة السيد حمد بن محمد بن سهير العامري. والمركز الخامس هنالك صدى راشد بن حميد بن تميم الاجتبي المركز الخامس. والمركز السادس انتقل مباشرة إلى سادس التحديات الصيردية القادمة بشعار عبد الله بن خالد بن هديب البلوشي من يقدم لنا الصيردية. بينما المركز السادس وتابع هذا الشعار المميز والجميل مع انطلاق الشرود ناصر بن فهم بن جبران الهاجري من يقدم لنا هذا الاسم. المركز الثامن هنالك بشاير مبارك بن محمد بن سلطان الشامسي. والمركز التاسع التواجد والانطلاق هنالك مع حاملة رقم 25 مع شعار بالضبيعة الشاهنية حمد بن محمد بن حميد المالكي. وأيضا القادم هنالك على المركز العاشر الشام خلصيد عبيد بن سالم الطماش المنصوري على المركز العاشر. هذه النتيجة للعشرة المراكز الأولى. نعود بحضراتكم إلى المقدمة إلى الصدارة إلى الانطلاق الأول والتحديات الأولى. وتابع الأسماء التي تبحث عن الناموس وتبحث عن الفوز والانتصار على المقدمة وعلى الصدارة. هنالك مياس نايف بن احمد بن رحمه الشامسي من يقدم لنا هذا الاسم على المركز الاول. بينما الخطوره من الجانب الايمن والتسللات من الجانب الايمن. مغثه استلمت الرياده. تتقدم مغثه بشعار احمد بن سيد بن السفين المهيري. المهيري متواجدا في قمه التحديات وقمه الانطلاقات. بينما المركز الثالث مشاهدينا ومتابعينا الكرام وغى فيصل بن علي بن عبد الله البن علي المهندي يصل على المركز الثالث. المركز الرابع هنالك الصناعة حمد بن محمد بن سهيل العامري وصل على المركز الرابع. ننتقل مباشرة ونتابع المركز الخامس خامس التحديات والانطلاقات صدى راشد بن حميد بن تميم الاجتبي المركز الخامس وسادس التحديات. التواجد هنا والانطلاق من الصريدية عبد الله بن خالد بن هديب البلوشي من يقدم لنا الصريدية القادمة مع هذا التحدي والانطلاق. المركز السابع سابع التحديات هنالك صدى القادمة والمنطلقة مشاهدينا ومتابعينا الكرام الشاهنية حمد بن محمد بن حميد المالكي من يقدم لنا الشاهنية. وهنالك الشامخة عبيد بن سالم بن طماش المنصوري الواصل هنا. وأيضا نوادر ناصر بن سعيد بن ناصر الزرعي القادم هنا والمنطلق على المركز التاسع. المركز العاشر مشاهدينا ومتابعينا الكرام مطرة أحمد بن جمعة بن مطر الخيالي رجل الخط الخطوط النهائية. وحذاري من مطرة القادمة هنا الباحثة عن الناموس والباحثة عن السيارة وعن الفوز والانتصار. ولكن الصدارة المقدمة لا زالت تحت أقدام مغثة على المركز الأول. أحمد بن سيف بن الزفير المهيري يقدم لنا مغثة. المركز الثاني مياسة
نايف بن احمد بن رحمه الشامسي متواجدين على مستوى المركز الثاني والمركز الثالث. نوادر ناصر بن سعيد بن ناصر الزرعي من يقدم لنا نوادر، والمركز الرابع هنالك التواجد والانطلاق مع الصريديه عبد الله بن خالد بن هديب ال بلوشي، وصل شعار ال بلوشي وايضا القادمه مطفيه اول نداء لمطفيه حمد بن خويتم بن بخيت العامري يقدم لمطفيه مطره المركز الخامس. تقدمت مطره بشعار احمد بن جمعه بن مطر الخيالي، وصل الفيلسوف بدا يتقدم هنا ولكن الصداره والمقدمه نعود إلى المقدمة وإلى الصدارة. مياسة من غيرت مياسة العود على المركز الأول، مياسة تتواجد هنا على المركز الأول. نايف بن أحمد بن رحمة الشامسي المركز الثاني، هنالك مغثة أحمد بن سيف بن الزفين المهيري على ثاني التحديات، وثالثا هنالك نوادر ناصر بن سعيد بن ناصر الزرعي ومطرة على المركز الرابع. أحمد بن مطر الخيالي بدأ يتقدم الآن، ولكن المقدمة الله مياسة نايف بن احمد بن رحمه الشامسي. دير بالك مغثة قادمة مغثة. وصلنا هنا الى جولة التحديات، جولة الاوامر الخمسمائة متر الأخيرة والخطيرة، وهنالك مياسة نايف بن أحمد بن رحمة الشامسي، وأيضا القادمة مغثة أحمد بن سيف بن الزفين المهيري. يا سلام يا سلام لمن الناموس، لمن الفوز والانتصار. مطرة ثالثا ولكن مغثة مع المركز الأول. أحمد بن سيف بن الزفين المهيري يقدم لنا مغثة مع الناموس، مغثة مع الفوز والانتصار بقيادة الزعيري. مشكور الزعيري على هذا الأداء. مغثة أحمد بن سيف بن الزفين المهيري المركز الثاني. وصلت مياسة نايف بن أحمد بن رحمة الشامس والمركز الثالث. مطر السيد احمد بن جمعه بن مطر الخيالي، والمركز الرابع زندبيل حمد بن علي بن عامر الفيده المري، والمركز الخامس الدانع بطي بن سعيد بن خميس الكبي. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام انتهت مجريات وتحديات هذا الشوط. تهانينا والناموس لمالك مغثة أحمد بن سيف بن الزفين المهيري، قطعت مسافة 6 كيلومترات التوقيت الزمني. تسع دقائق ثانيتين وسبعة أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس للزفين على الفوز والانتصار. المركز الثاني وصلت مياسة نايف بن أحمد بن رحمة الشامسي، التوقيت 9 دقائق 3 ثواني 9 أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس. المركز الثالث وصلت مطرة أحمد بن جمعة بن مطر الخيالي، التوقيت الزمني لحظات الوصول 9 دقائق 6 ثواني وجزئين من الثاني. تهانينا والناموس.